أهلاً بكل متابعينا. في الفيديو ده هنتكلم عن الحالة الفلكية خلال الأسبوع اللي بيبدأ بيوم السبت 2 سبتمبر وبينتهي بيوم الجمعة 8 سبتمبر، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية هيكون إيه خلال الأسبوع ده على مواليد برج الحمل. مواليد الحمل الأسبوع ده عندكم 4 أيام الحظ بيحالفكم خلالهم، والـ4 أيام دول هما يوم السبت والحد ويوم الأربع والخميس. يوم السبت والحد الأول يومين في الأسبوع بيبدأ والقمر موجود في برجكم وبيديكم منتهى السحر والتألق والجاذبية، وفي اليومين دول تعرفوا أنكم تفرضوا إرادتكم ورغباتكم بمنتهى الذكاء، وتعرفوا كمان أنكم تمشوا الأمور كلها في الاتجاه اللي انتوا عاوزينه. يعني هما يومين تقدروا تعملوا فيهم لقاءات مهنية مهمة، لو عايزين تاخدوا مواعيد مهمة عندكم ثقة بالنفس أكتر، وتعرفوا كمان تلفتوا الأنظار ليكم وخصوصا أنظار الجنس الآخر. يعني ده كمان على الصعيد العاطفي يديكم سحر وجاذبية جدا. فبشوف انه السبت والحد يعني يعتبروا من افضل الايام بالنسبة لكم خلال الشهر ده، خصوصا كمان انه فينوس هتعاود سيرها المباشر يوم 4 فجر يوم 4، وده كمان هيديكم على الصعيد العاطفي حظ اكبر واكبر. ولو في اي مشاكل عاطفية هيبقى خلال الاسبوع ده وقت حلو لاصلاح اي علاقات عاطفية، خصوصا يوم السبت والحد ويوم الاربع والخميس. اما يوم الاربع والخميس فهيكون القمر موجود في منزل العلاقات وبيديكم لباقة ودبلوماسية وسرعة بديهة ويقظة ذهنية، وتعرفوا تلاقوا الكلام المناسب لأي موقف بتتعرضوا ليه خلال اليومين دول. يومين هايلين على مستوى توطيد العلاقات على كل الأصعدة، فبما انه القمر في منزل العلاقات فبيساعدكم انكم توطدوا علاقتكم بالاهل وبالقرايب وبالاصحاب وبالزملاء في الشغل وبالرؤساء في الشغل، وكمان عاطفيا زي ما قلت من شويه انه هو الاسبوع ده حلو كمان في اصلاح العلاقات العاطفيه. فأشوف الأربع والخميس كمان من الأيام المناسبة جدا لعمل لقاءات مهمة وعلى كل الأصعدة. ولو عايزين تاخدوا مواعيد انترفيو في شغل هيكون عندكم في يوم الأربع والخميس قدرة أنكم تبرزوا مواهبكم أكتر، تعرفوا تقنعوا أي حد بأي فكرة أنتوا عاوزينها. في اليومين دول كمان تعرفوا تتفاوضوا حلو على أي فلوس ليكوا، فلو عايزين تطالبوا بحقوق أو تطالبوا بزيادة أو تتفقوا على راتب كل ده ممكن يبقى متاح ليكم. ولو بتشتغلوا في مجال تسويق أو ماركتينج يعني أو يعني عموما مبيعات عندكم القدرة على الإقناع اللي تساعدكم أنكم تقنعوا أي حد بمنتجاتكم وبالتالي تحققوا مكاسب أكتر. دول الأربع أيام اللي الحظ فيهم كبير، بس في 3 أيام هيكون مطلوب منكم أنكم تاخدوا بالكم من شوية حاجات. يوم الاثنين والثلاث والجمعة، يوم الاثنين والثلاث القمر هيكون في المنزل الثاني، ده بيخلي تركيزكم اقل، فمهم في يوم الاثنين والثلاث انكم تراجعوا كويس خطواتكم في الشغل وفي الفلوس لان التركيز مش كبير، فممكن ان ده يوقعكم في اخطاء، فلازم في شغلكم انكم في يوم الاثنين والثلاث تراجعوا كويس كل خطوه بتعملوها قبل ما تنفذوها عشان ما تقعوش في اي اخطاء تتمسك ضدكم. كمان في الفلوس هما يومين مش مناسبين للمغامره في بيع او في شراء، محتاجين انكم تراجعوا كويس حساباتكم، ما تتسرعوش في قراراتكم، ادرسوا كويس علشان برضو ما يحصلش اي خسائر.
برضو عدم التركيز في يوم الاثنين والثلاث ممكن يخليكوا عرضة انه حاجة تضيع منكوا، او يعني تنسوا حاجة، تقع حاجة تتكسر. فخصوصا كمان مع تراجع عطارد ده بيبقى وارد جدا، بالذات في الحاجات الخاصة، الأجهزة الخاصة بالاتصالات زي الموبايل. فخدوا بالكم من حاجتكم عشان ما تنسوش حاجة في مكان تضيع، او تقع حاجة منكم تتكسر، بالذات في وسائل الاتصالات. فبس ضعفوا تركيزكم، ويعني خدوا بالكم من حاجتكم وممتلكاتكم في يوم الاثنين والثلاث. أما يوم الجمعة فهيكون آخر يوم في الأسبوع، القمر موجود في وضع معاكس معاكم عائليا، وطبعا وده برضو ممكن يأثر عليكم اجتماعيا. فيوم الجمعة مهم جدا انكم تحافظوا على اللباقة والدبلوماسية، حاولوا انكم في التعامل مع الاهل والقرايب والاصحاب تتجنبوا الدخول في اي جدال او نقاش ممكن يعمل صدام مع اللي حواليكوا. كمان في يوم الجمعة عندكم ميل انكم تسترجعوا ذكريات حزينة او مؤلمة، فحاولوا انكم في اليوم ده انكم يعني تشوفوا يعني تسترجعوا الذكريات او الخبرات عشان تستفيدوا منها، بس من غير ما ده يأثر عليكم في الوقت الحاضر. ما تسيبوش الحزن يسيطر عليكم في الوقت ده. طبعا النصيحة المعتادة اللي بقولها لكم كل أسبوع انكم تاخدوا بالكم من السرية والكتمان، لان في كوكبين يعني بيتسببوا لكم في حسد، او ان تبقى العيون مسلطة عليكم اكتر. فوجود زحل ونبتون في المنزل ال 12 ده بيتطلب يعني منكم انكم تحافظوا دايما على السرية والكتمان، ما تعلنوش خططكم، وبعدوا عن الفخر بنفسكم وبإنجازاتكم والفخر كمان بممتلكاتكم. فخليكم بس يعني حذرين في حتة السرية والكتمان، وبعدوا كمان عن الفخر بكل حاجة بتعملوها أو بمكاسب بتعملوها. ده بالنسبة للوقت، للأسبوع كله طول الوقت، ومش بس الأسبوع ده، يعني أنا بقولها لكم كل أسبوع ولغاية آخر السنة. ده مطلوب منكم أنكم تاخدوا بالكم من السرية والكتمان. عموما مواليد الحمل الدنيا يعني عاطفيا هتتحسن معاكم خلال الأسبوع ده، بس في اجتماعيا ما تنسوش انه عطارد بيتراجع. فعطارد ده كوكب المسؤول عن العلاقات العامة، فتاخدوا بالكم في يعني انكم تحافظوا على اللباقة في التعامل مع الأصحاب، وما تدخلوش زي ما قلنا في أي جدال أو نقاش ممكن يعمل صدام مع الأصحاب، خصوصا في يوم الجمعة، لأن يعني يوم الجمعة القمر معاكس مع وجود كمان عطارد بيتراجع. يعني أنا كده حاولت أن أنا ألخص لكم الأيام الكويسة اللي تاخدوا اللي تستفيدوا منها، اللي هما السبت والحد والأربع والخميس، أربع أيام كويسين. بس التلات أيام اللي قلناهم اتنين وتلات وجمعة تنتبهوا أكتر في حتة اللباقة والدبلوماسية، وتنتبهوا ماليا، وطبعا السرية والكتمان طول الوقت. إن شاء الله الأسبوع كله يكون حلو، وكل أسبوع وانتوا طيبين.